بدل انتهاك حياة الأشجار والغابات للحصول على مادة الفحم، مشروع فتي يطمح إلى استغلال جفت الزيتون لذات النتيجة ببلدية حمام قرقور شمال سطيف. صاحب المشروع استثمر في بادئ الأمر في عصر الزيتون لينتقل حاليا إلى استغلال مخلفاته. احنا أول حاجة والمرحلة كانت عندنا معصرة الزيتون، أول مرحلة يعني البرومي بروجي كان معصرة الزيتون، وبعد طرقنا للمشروع هذا باش نثمنوا لي سو برودوي هذو اللي خرجوا من بعد عصر الزيتون. هزينا لي سو برودوي هذو ثمنناهم، خرجنا منهم عدة منتوجات. يعني هي المادة الأولية تاعنا احنا نجيبوها من معصرة الزيتون، دونك احنا كاين معصرة الزيتون عندهم بقايا بعد عملية العصر، تبقى لهم بقايا، تبقى لهم يخرجوا لهم ديشي دوليف هذو، احنا نستخلصوا منهم، احنا نروحوا نجيبوهم ونشريوهم ونثمنوهم، نجيبوهم لينيتي هذه للمؤسسة هذه، قوموا بعملية الرسكالة. التحدي الذي رفعه صاحب المشروع هو الاستغلال الأمثل لجفت الزيتون من خلال رسكالته ثم تسويقه وطنيا، فالتوسع إلى تصديره خارج الحدود مستقبلا. حاجة يعني الشربون بيو هذا احنا رايحين ان شاء الله بربي هذا المشروع الاول يعني في الجزائر، راح يكون يعني يتسوق هنا، ماذا بينا يتسوق هنا في الجزائر محليا يعني للباربيكيو مثلا، لي ريستورون لي زوتيل لي غرون سيرفاس و تو، نكونوا نقدروا نصدروه ان شاء الله. مطلوب يعني ماده مطلوبه يعني كطاقه بديله تستعمل في عدة بلدان اللي ما عندهاش الطاقة، ما عندهاش الغاز وما عندهاش البترول وما عندهاش طاقة. مشروع طموح يهدف إلى لفت عناية المسؤولين وكسب دعمهم. احنا ماذا بينا نكبروا في المشروع هذا ونديروا اكستنسيون كبيرة، ونطلب من السلطات المحلية، من السيد الوالي، من السيد الوزير البيئة، من السيد وزير الصناعة، يعني يعطينا التفات لهذا المشروع، يعني مشروع هام ونقطة هامة في الجزائر. الاستثمار في المنتوج المحلي دون إضرار بالمحيط وخلق مناصب عمل هو في حد ذاته مكسب للبيئة والاقتصاد معا، والخسارة الحقيقية تجاهل ذلك.